مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. كنتواجدوا بدوار ولاد بوجمعة، جمعة فضلات بن سليمان، يعني جمعة فضلات تابعة لعمالة إقليم بن سليمان. كنتواجدوا هنا بعد ما استدعانا أحد المواطنين من الساكنة ديال هاد الدوار. مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا معنا، كما كتشوفوا قدامكم، هذا الدوار يعني بسيط، بنية تحتية هشة، وكذلك هناك عدة إكراهات اللي غادي نناقشوها وغادي نتواصلوا مع الساكنة فيها. مشاهدينا الكرام، هذا الدوار هذا هو دوار فلاحي، كيعتمد على الفلاحة وتربية المواشي، لكن بالرغم من كل هذا إلا أن الساكنة كتعاني مشاكل أخرى، وهي مشكل ديال الماء. الماء طبيعة الحال عندهم هاد العوينة هذه اللي كتشوفوا قدامكم، لكنها معرضة للتخريب من طرف أناس مجهولي الهوية، ما عرفوهم شكون هما، رغم أن با الحسن هو المسؤول عن الحراسة ديال هاد العوينة هذه اللي محسوبة عليه العوينة بالمصروف ديال المياه ديالها. طبيعة الحال هو من اللي كيجيو الساكنة كياخذوا الماء كيحسب عليهم واحد القدر مالي، لكن في نفس الوقت كيخلص الشركة ديال التوزيع ديال الماء في هاد المنطقة. مشاهدينا الكرام، هذا الدوار محتاج للشيء الكثير من أجل الإصلاح ومن أجل بناء بنية تحتية كافية. كما كتشاهدوا قدامنا، البساطة وكذلك ضعف الإمكانيات وقلة الماء. مشاهدينا الكرام، وحنا كنهضروا مع الساكنة، ساقينا بزاف ديال الحوايج اللي هما غراب وصعيب على أن نعيشوها في 2022 زمن العولمة، الحداثة والتكنولوجيا. باقي الناس بسطاء، عايشين واحد البساطة، رغم أن جماعة فضلات هي جماعة معروفة بالقرب ديالها من مدينة من عمالة المحمدية، وكذلك من ولاية الدار البيضاء الكبرى وبن سليمان بطبيعة الحال، بوزنيقة الرباط هي جات في وسط هذه المجموعة اللي هي ما شاء الله مدن كبرى. مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا معنا في الصورة، هناك منازل اللي هما راقية، وهناك منازل ديال الناس الضعفاء. كانوا هاد الناس كيعتمدوا على البئر بالنسبة للسقي ديال الأراضي ديالهم، وكذلك سقي المواشي واستعمالات أخرى. لكن مع المدة هاد البئر نشفوا. سبب المسببات والمواقع الكل كيعرفها، وهي الفرشة المائية التي استعملت في بعض الأحيان في غير المنطق. مشاهدينا الكرام، غادي نخليوكم مع هاد الصور، نخليوكم مع هاد الدوار حتى نلتقيو مع با الحسن اللي هو السيس او الاساس ديال هاد العوينة اللي كيتسقى منها الدوار كامل. حسب ما عرفنا 200 عائلة كلها كتسقى من هذيك العوينة. ما نطولوش بزاف، خليوكم مع با الحسن. الميكرو اللي عندك الحسن. الحسن سي الحسن، سي الحسن، انت في الناس قدام في الدوار. اييه، سميت هذا الدوار ولاد بوجمعه. ولاد بوجمعه من تابعين؟ تابع قليم بن سليمان جماعه الفضالات. قليم بن سليمان جماعه الفضالات. ايه، واخا سي الحسن، انت وقيل انت هو اللي مكلف بهاد العين هذه هنا. انا اللي مكلف بهم من نهار التبنيت. شحال دابا من عام؟ دابا من 2007. من 2007 دابا يعني 15 سنة. ايه 15 سنة وانت مقابل هنا. ايه سي الحسن، دابا وقع لك مشكل البارح، احكي لينا عليه. ايوا البارح ميقات ما بين 9 و 10 الساعة اللي تركت بنادم من الموت. شنو الموت؟ كان شي موت هنا؟ كاينة. راه جاي واحد بالطوموبيل ظهر لي الماء في الفوسي ويحسر، جبارة مفروعة، مشى غوت عليا، جينا جبرنا كلشي مطروش.
لما كان في هذا الفوسي هذا اي 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 هذا الفوسي هذا اي هانت لا تري راه عامر الدنيا به اي راه لا يعني ضاع ما كثير ويعلم الله منين وقت طلقوا مع السبعه ولا مع السته ولا يعلم الله ملي ضرب المغرب ودار الودان بنادم تفركت يعلم الله اش دارو راه عمو الطوموبيل السلطه ولي ولا كل صبحت واخا عاود لينا ورينا كيفاش كانت مسدوده هاد الغلاقه ديال هاد هذه كانت ساده منا بالسارود ديالها عندها سارود ايه وعندها الحديده داير ليها هنا كروشي دير الحديده ورينا شوف كيفاش كدير لها ها عندها كروشي ديالها بالقفل فرقوها ضربوها بالسيزاي طاح القفل في الارض وهالقص داير جبدوها عوجوها جبدوها فرعوها فرعوها ايه هي ومن بعد ما فرعوها شنو وقع بعد ما فرعوها حيدو جبدوا التيو ديال الميك راه هاد التيو كحل هذا كله حيدوه وبقى المدايز سالي شافوا الطوموبيل ضو قضى عليهم خلاو المدايع وهربوا هما كانوا باغيين يحيدوا هذه ما جبروها حيدوا المكنه ديال اللوني يعني دركهم هاد السيد اللي دركهم هنا ما بقاو داروا والو ما حيدوا المكنه لا والو واخا سي حسن دابا منين جيتي انت ولقيتي هذيك الماء ضايع دابا هذا الماء اللي ضاع على من محسوب؟ محسوب عليا دابا انت كتخلص هذا الماء هذا ايه كتخلصوا الشركه ديال التوزيع ديال الماء ايه وكيفاش كتعامل انت مع الكليان هنا اللي كياخذوا الماء؟ دابا اللي دا شي حاجه كيخلصني فيها بحال اش عطينا شي البوطه بشحال جوج دراهم جوج دراهم البوطه ايه شحال فيها من لترو؟ اشني 200 200 لترو ايه 200 لترو بجوج دراهم ايه وطون 1000 فرنك 1000 فرنك ايه وانت كتخلص من عند الناس وكتخلص ودابا هذا اللي دار هاد الفعله هذه واش عندك في عندك شي شك في شي واحد؟ لا ما عندي شك حتى في واحد اولي ما عندك عداوه مع حد والو هذا ترش قاتلي وصافي يا غاد خدامه مع الدراري ولا الدوار ما كيخسروا يده وحده كيديو الماء كيخلصوا يمشوا في حالاتهم واخا ندرت شو شويه على هاد المكانه بالحسن دابا انت هادشي هذا متطوع دابا انت غير مقابل فابور هادشي هذا ودابا شاتش ليا قلت لك هو هادشي ناخذ ما شاتش ليا كان خدام بالماء ديال الدار ديالي صافي يعني انت دابا الماء عندك فابور دابا هو اللي خدام به كتشيط بان نوبات 50 درهم 1400 كاين نوبه اللي نخرج عوم كاين والو والو وبحال دابا هاد المره هادي دابا الضايع اللي ضاع هاد الماء هذا غتخلصوا من جهه مخلصوا وغادي خاصني نعلم به وما كتشك في حتى واحد لا شنو درتي الاجراءات اللي قمتي بهم فاش شنو درتي من بعد ما لقيتي هاد الشهاده مفرقعه مشيتي لديكلاريتي شنو ورا مشيت علمت عاد ما علمتي شنو عاد من مشيتي هات تسمع عند الدرك الملكي ايه؟ علمتوهم ودرت ايه؟ الشكايه ايوا قالك لا شاكين شي حد مخرجوا ما شاكين في حد سيرو تتبريو على راسكم كيفاش تبريو انتم غديروا البحث اش غدير دابا ايوا الجدارميه خاصهم يخرجوا خاصهم يجي شي واحد ديريكت وحنا غادي نبداو نحرقوه في عباد الله ما نقدش حنا باللي جينا ما عقلناش اولي المدايع والمكنه تحسبوا الماء غادي هار خرج كي دير تتعقل عليه الجدارميه ديال الجمعيه هادو ايه واخا دابا شنو الرساله ديالك من هذا الرساله ديالي انا على هذا الشيء خاصهم يعاونوني على الماء يحيدوا لي هذا الشيء اللي ضاع ويصوبوا العين العين خاصها تصوب العين مكرفصه ايوا لا رجع انا وباخرى لا رجع لي انا وباخرى غادي يهدمها هاي حيد الماء كان بشيت صافي باش باقي نحبس الماء غيبقى الماء ضايع ومحسوب عليك دابا انت اللي ملتزم بهذا الماء ايه وخاص يا حسن تبارك الله